بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم في قناة محمد عبده مع اكتشف الترم الأول الصف الثاني الابتدائي مع المحور الأول من أكون والفصل الأول منه يوم في حياتي الدرس السادس إدارة الوقت طبعا ده درس يعني ظريف يعني للأولاد فعلا ما تنسوش حضراتكم الاشتراك في قنواتي هتلاقوا الروابط بتاعتها تحت الفيديو والتواصل معايا من خلال جروبي على الفيسبوك دروسنا بيتنا مجانا برضو الرابط موجود تحت الفيديو وبرضو عايز الفت النظر ان تحت كل فيديو الدرس السابق والدرس التالي هتلاقي الروابط بتاعتهم وما تنسوش تعليقاتكم واعجاباتكم اللي بتوصل القناه للناس اللي محتاجاها وما عندهاش لا دليل ولا كتاب ومش عارفه تعمل ايه في الفصل يعني اه تعالوا بينا نشوف درسنا السادس ايه الاهداف بتاعته نواتج التعلم ان الاولاد التلاميذ في خلال الدرس ده هيمارسوا قراءة وكتابة الوقت بصيغة الساعة وهنضيف عليها نصف الساعة لان هم اتدربوا في سنة أولى على قراءة الساعة كاملة يعني تحديد الاستراتيجيات اللي هنستخدمها لإدارة الوقت بفاعلية يعني بتنفيذ داخل الفصل يعني إيه المواد اللي هنستخدمها في الدرس المواد اللي هنستخدمها هنستخدم كتاب التلميذ هنستخدم قلم رصاص هنستخدم اه اه ساعة أو مؤقت رقمي يعني اه اللي هو بتاع زي ستوبوتش يعني وورق المخططات اللي هو عبارة عن لوح فوق حامل محطوطة عشان نرسم عليها اللي احنا محتاجينه ومقص ومشغل موسيقى عشان يعني او اي حاجه تدي نغمه موسيقى اذا كان كمبيوتر اذا كان تليفون اي حاجه تدي نغمه موسيقى داخل الفصل في حاجات هنحتاجها دلوقتي. دي المواد اللي هنستخدمها في الدرس بتاعنا. تعالوا نشوف تعلم في درسنا طبعا المقدمه ان انا بستغل بدايه كل درس عشان اراجع اللي تعلمه التلاميذ قبل كده واستعرض موضوعات لدرس اليوم اللي احنا هنتكلم فيه هنقول لهم احنا امبارح افتكر يعني ابتكرنا مخطط زمني عشان آه ننفذ فيه انشطه نور اليوميه اللي كتبنا فيه الصباح في في المنزل وبعدين في المدرسه قبل الغداء الغد وفي المدرسه بقى قبل الغذاء يعني او قبل السندوتشات يعني وفي المدرسه برضو بعد السندوتشات وهكذا اللي هو المخطط ده يعني وبعدين ترجمناه بعد كده الى آآ آآ عباره عن اعمده ناقشنا طريقة اتخاذ الاختيارات مين افضل في ان احنا نعمله نعمل ده ولا نعمل ده القرارات زي اللي خدتها نور في حاجات كتير برضو ايه هي الانشطة اللي هتقوموا بيها كل يوم تقريبا خدوا بالكم بقى من الجزئية دي بيسأل معلم بيسأل ما هي الانشطة التي تقومون بها كل يوم تقريبا يعني انت كل يوم لغاية دلوقتي في انشطة بتقوموا بيها ايه هي ابدا اسال التلاميذ يعني انا من رايي مثلا اللي هي اعمال نور مثلا لان هو كل اللي بيقوموا بيه تركيز في الدروس من بدايتها لغايه دلوقتي هي عن طريق اعمال نور وشرحها وايه اللي بتعمله المواطنه الصالحه دي. اه بعد كده هتخلي الاولاد يعملوا مشاركه سريعه اختار تلميذ يختار له تلميذ تاني يشارك معاه ايه هي الحاجات الانشطة اللي بنقوم بيها كل يوم هنقول ازاي بنتأكد ان عندنا هندخل بقى في الدرس هنقول ازاي بنتأكد ان عندنا وقت كافي عشان نأدي الاشياء اللي احنا بنحبها زي اللعب مثلا مع صديق او اعمل اشياء ضروريه زي المهام المنزليه، اذا في اشياء احنا بنرغب فيها وفي اشياء ضروريه بنعملها في المنزل او في المدرسه، فنفرق بين الحاجتين دول، الاشياء اللي بنرغب بيها اللي بنحبها والاشياء الضروريه اللي لازم نعملها زي المهام بتاعه المنزل او زي الواجبات المنزليه مثلا او زي عملي داخل المدرسه وانتباهي للمعلم والحاجات دي كلها فاكرين ان نور قالت ان المنبه كان بيساعدنا في الاستيقاظ وفي بدايه يومها كان يعني هو اللي بيصحيها طب ما دام هو هو اللي بيصحيها برضو انتوا بتصحوا على المنبه ارفعوا ايديكم اذا كان المنبه فعلا وسيله بتساعدكم على ان انتوا تستيقظوا في الصباح واسمع منهم هيقولوا ايه اه طبعا احنا بنمهد للمنبه عشان الوقت يعني هنتعلم اه النهارده عن اداره الوقت عشان ننجز جميع المهام بتاعتنا يعني ايه اداره الوقت يا اولاد يعني استخدم الوقت بحكمه يعني ايه برضو استخدم الوقت بحكمه يعني اخليه يكفي احتياجاتي اه يعني او انظمه بحيث اه اه ان ما يبقاش اه عمل يضغى على عمل تاني اه ده محتاج قد ايه من الوقت وده محتاج قد ايه من الوقت عليكم ان انتم تتدربوا الاول على ان انتم تقروا الساعات افتحوا لي الكتاب بتاعنا في صفحه اللي هي قراءه الساعه اللي ما احناش عارفين هي فين هيوجد فيها الصفحه دي هتلاقي فيها نوعين من الساعات هي ساعه العقارب والساعه الرقميه عايزكم تشيروا لساعه العقارب وهيمر عليهم هتمر عليهم عشان تشوف هي الصفحه بالشكل ده مش محتاجين فيها حاجه فعشان كده ما كبرتهاش هي فيها ساعه ساعه عقارب وساعه رقميه وساعه يعني بدون عقارب عشان يكملها طيب <applause> دلوقتي آه عرفنا وشاورنا على الساعة اه صح كده دي هي الساعة الرقمية اذا احنا شاورنا على الساعة الرقمية كلنا حاطين ايدينا عليها طب انا همر كده واتفرج اشوف هل انتوا عارفينها ولا لا وبعد كده تتنقل لحاجة تانية ان آه في ساعة دائرية مرقمة بيكون عليها بداخلها اللي هي العقارب يعني ودلوقتي تعالوا بقى ده انت بتعرف يعني ان الساعة الرقمية العقارب ساعة العقارب هي ساعة دائرية بتكون فيها ارقام من 12 واحد 2 3 وقول لهم واشرح لهم التفاصيل بتاع الساعة بالظبط والعقرب الصغير بنستخدمه في الساعات والعقرب الكبير بنستخدمه في الدقايق طبعا هم ما تعرضوش لعقرب ثواني أه بعد كده هتقول لهم أه بتظهر برضو في عندنا ساعة رقمية اللي هي شاورولي عليها كده اللي هي اللي فوق دي اللي جنب ساعة العقارب وبرضو مر وتأكد إن هم شايفينها صح. بعد كده انظروا بقى تاني لساعة العقارب مين منكم يقدر يقرأ أه النوع ده من الساعات؟ أه يعني أه اسمع منهم وشوف هيعرفوا يقروا الساعة اللي موجودة في الصفحة ولا لا وبعدين قول لهم طب اكتب الساعة بتاعتها تحت السطر بتاعها يعني ساعة العقارب اهي قدامنا هنكتب كده تحتها هنا الساعة اللي هي بتشير اليها كام دي اه دي 11 ونص واشرح بقى عشان ما نضيعش وقت الفيديو يعني في حاجات بسيطة يعني طيب آه بعد ما كتبوا وقت الساعة ومريت عليهم هنا بقى حتى يعني ملحوظه ليك انت قرايه ساعه العقارب دي مراجعه لانها مهارات اتعلموها في الصف الاول الابتدائي واثناء ملاحظتك للفصل وانت وانت بتلاحظ الاولاد سجل مين من التلاميذ بيواجه صعوبات في ان هو يكتب الكتابه الصحيحه للوقت عشان تقدر تنظمهم وتجمعهم مثلا في مجموعة واحدة وقت ما يشتغلوا زمايلهم في موضوع تاني هم يشتغلوا في التدريب على الكتابة بتاعة الوقت دي وبعدين ابدأ قول للأولاد الساعة اللي هي بتشوفوها يوميا دي بتشوفوها فين يعني الساعات الرقمية أو الساعات ذات العقارب بتشوفوها فين اسمع منهم لا هيقول في المنزل ولا هيقول في المسجد ولا هيقول مش عارف ايه طب بس لي ايه النوع الساعة اللي انت شفتها وبعدين نعرفهم ان الساعات الرقمية دلوقتي بقت اكتر بكتير من الساعات اللي هي ذات العقارب اه لكن مهم جدا إن احنا نعرف ازاي نقرأ الساعة ذات العقارب نتدرب <applause> على قراية الساعة ذات العقارب ونقوم ببعض التمرينات عشان نطمن ان احنا فهمناها وعرفنا ازاي نرسم عقارب الساعة يعني هنظهر ساعة او النص مثلا يعني على سبيل المثال انا هوريكم ازاي اعمل ساعة بتشاور الى عشرة ونص تكون محضر ساعة على ورقة اللي هو بتاع السبورة او يعني اي مكان يعني تكون محضره بالشكل ده وتكون جاهزة بدون عقارب وبعدين توريهم ان الساعة انا عايزها كام عشرة طب مين لما الساعة عشرة ايه العقرب اللي بيشير للساعة عشرة هو العقرب الصغير اللي هو ده اللي هو عقرب ايه الساعات طب عايزين ونص اللي هي 30 دقيقة دي بنشاور عليها فين؟ اه العقرب الكبير هو ده العقرب بتاع الدقايق ينزل عند نص الساعة اللي هو على الرقم 6 يبقى ده معناها لما نيجي نكتبها بنكتبها 10 وبنحط نقطتين فوق بعض ونكتب قدامها 30 تبقى الساعة كام؟ 10 ونص اللي بنقراها 10 الساعة العاشرة و30 دقيقة بعد كده بتبدا تقول لهم لاحظوا ان العقرب الصغير الكلام اللي قلناه دلوقتي بيشاور لعشرة 10 واللي هو عدد الساعات والعقرب الصغير بيشاور لستة 6 اللي هي معناها 30 دقيقه بعد الساعه 10 وبعدين دلوقتي بقى يلا جه دوركم عشان على الوجه الابيض للساعه بتاعه العقارب <applause> اللي مكتوب عليها ساعة انهض وتحرك انا عايزكم ترسموا العقربين اللي موجودين عشان توضحوا ساعة ونص يعني وتحددوا برضه الوقت <applause> يعني هو سابهم او المعلم هنا بيسيبهم براحتهم يعملوا بس المهم ان هم يقروها صح ويكونوا عارفين هيعملوا ايه. الكلام الصغير خالص اللي مكتوب ده مكتوب الحركه وتغيير الوقت، الحركه وتغيير الوقت اللي هو كان بيتكلم عليها ساعه انهض وتحرك دي. ليه هو بيقول بقى انهض وتحرك؟ لان حس او او هيبدا يحرك الاولاد وينشطهم هنا قبل ما يعملوا الساعه دي. فهيقول لهم دعونا نتحرك لان عقولنا بتفكر بصورة افضل لما بنكون عندنا نشاط اتركوا الكتاب بتاعكم مفتوح على الصفحة اللي فيها الساعة اللي انتوا رسمتموها للتو يعني بعد ما يخلصوا رسمتها يعني تأكدوا بقى من كتابة اسماءكم بشكل جميل على الصفحة يعني صفحة كتابك اللي هي كنا شايفينها دلوقتي ارس اكتب عليها اسمك من فوق خلاص كده وبعدين انزع الصفحه دي اللي هي اللي بعدها انزع الصفحه اللي بعدها اللي هي يعني انت هتكتب على الصفحه اللي انت عملت فيها الساعه اسمك وهت وهتنزع الصفحه اللي بعدها اللي عنوانها ورقه تسجيل الوقوف والحركه اللي موجوده في كتابك. وبعدين هنقول لهم هنشغل موسيقى. انتوا هتتحركوا وهتشوفوا الساعات بتاعت زمايلكم عشان تسجلوها بمجرد ما وقف الموسيقى تقفوا جنب زميل من الزملاء وتكتبوا اسمه وتكتبوا لي الساعه اللي هو عملها كانت كام في الكتاب بتاعه. يعني اول ما هتقف الموسيقى انت هتقف جنب ساعه تلميذ اخر زميلك. لما تتوقف الموسيقى وتسجل الوقت على الساعه اللي هو مكتوب عند التلميذ وتكتب اسمه يمكن حضراتكم مش واضحه معاكم هنوضحها ادي صفحه الكتاب قدامنا الصفحه عنوانها ورقه تسجيل الحركه وتغيير الوقت بيقول له اقف بجوار ساعه تلميذ تاني لما الموسيقى تتوقف سجل الوقت اللي موجود على الساعه بتاعته واكتب اسمه يعني أنا دلوقتي مثلا أحمد عمر مثلا خلاص قطعت الورقة بتاعتي اللي هي بعد الساعة اللي موجود فيها أهو اسم التلميذ والوقت الموضح على الساعة وكتبت اسمي من فوق أحمد عمر خلاص كده الورقة دي في إيدي الموسيقى هتشتغل هبدأ أمر لما مريت هشوف تلميذ او تلميذة على حسب الموسيقى ما وقفت هقف جنبه وابص اشوف اسمه ايه لقيته مسجل في الصفحة بتاعت الساعة مثلا اسمها حناء سامي مثلا طب الساعة بتاعتها كام تسعة ونص هيكتب تسعة والنقطتين والتلاتين زي ما دربناهم وفهمناهم عليها الورقة دي مهمة جدا هو هيبدأ يكمل ولدين تلاتة لغاية ما يعني او خمسة ستة على حسب وقتك انت اللي بيسمح والورقة كل واحد منهم كاتب عليه اسمه ممكن احنا نستغل الورقة دي نقدر نستغل الورقة دي كتقويم تكويني يعني اطمئن ان اولادي بيعرفوا يكتبوا الاسماء وبيعرفوا يقروا الساعه ويكتبوها واقيم عملهم عشان خاطر اقدر اقدم المساعده للي شايفه في حاجه لان هو ما بيقدرش يقرا الساعه دي طبعا تجمع الورق بقى عشان تبدا تقيم التلاميذ فيها طيب طبعا هيكمل بقى الاسماء يعني على حسب الوقت اه هتقول لهم أحسنتم صنعا أحسنتم عمل أنا سعيد جدا لأن إحنا إتدربنا على قراية الساعة ودلوقتي اه هترفع أنت حضرتك الكتاب بتاع التلميذ على صفحة تانية جاية بعدها اللي هي حان وقت تجربة شيء جديد. يعني هتوريهم الصفحة اللي بعد اللي فاتت دي. هنا هتقول لهم بقى يا ترى تعرفوا كم عدد ساعات اللي موجودة في اليوم كله اليوم كله في كم ساعة اهمس لزميلك كده وسيبهم يتناقشوا وبعدين اسمع رأيهم وشوفهم هيقولوا ايه وابدأ انت تكلم ان يوجد في اليوم 24 ساعة فقط في اليوم الواجب علينا ان احنا ما نضيعش الاوقات دي ان احنا نتخذ بعض الاختيارات عشان نعرف ازاي نقضي وقتنا في كل يوم اتذكروا ان احنا اتكلمنا قبل كده على اتخاذ الاختيارات في وقت سابق ودلوقتي افتحوا الصفحه بتاعتنا اللي بعنوان حان وقت تجربه شيء جديد اللي في كتابك هتلاقي في اعلى الصفحه في مربع مكتوب فيه الاولويات، يعني ايه الاولويه يا اولاد؟ يعني ايه اسمع منهم كده وشوف هيعرفوا ولا لا ما عرفوش يبقى انت هتقول لهم اللي هي الاشياء المهمه جدا في حياتنا عشان كده سميناها اولويه يعني هي اللي بتتعمل في الاول زي ايه مثلا بالنسبه لك انت المذاكره المذاكره تعتبر اولويه انا عارف ان انتوا بتحبوا ان انتوا تتفرجوا على التلفزيون اه لكن المذاكره اولى وخدوا بالكم آه آه يعني ان انت تحب التلفزيون اه ده ما يبقاش اولويه لا الاولويه الاهم الحاجه اللي انت بتعملها تعالوا نتدرب على ان احنا نعرف الاولويات عندنا وتعريف بعض الاولويات يعني ونشوف يعني مثلا هقول لك مثلا يا ترى تناول الطعام تناول الطعام اولويه ولا لعب الالعاب مثلا لما العب بالالعاب تعالوا كده نبص على الصفحة بتاعتنا طبعا انت هتشرح لهم وتسيبهم بعد الشرح ان هم يبدأوا يفكروا ايه اللي يعملوه اللي انت هتقوله هتقول لهم الصفحة فيها حان وقت تجربة شيء جديد اكتب الاشياء اللي يجب فعلها والاشياء التي ترغب في فعلها يعني الاولويات اكتبها واللي انت بتحبه اكتبه كل حاجة حطها في خانتها شكلها ازاي الصفحة شكلها بالمنظر ده الأولويات من فوق هنكتب معناها وبعدين اللي يجب نفعله إيه هو واللي احنا بنرغب فيه إن احنا نفعله إيه، يعني تعال نشوف مثلا اه الأولويات معناها إيه لسه قايلينها من شوية إن هي الأشياء المهمة جدا في حياتنا، دي بنعتبرها أولويات. طيب لما سألتك من شوية وقلت لك الطعام ولا لعب اللعبة؟ مين الاولويه واللي يجب ان احنا يجب يعني لازم نعمله أه نرغب نفسنا نعمله دي فرق بين يجب نعمله ونرغب في عمله او او يجب فعل فعله يعني ونرغب في فعله اللي يجب ان احنا نعمله في الاتنين ايه الطعام اذا الطعام هنا له الاولويه لكن انا كنت عايز وبرغب في ايه في اللعب كلام جميل طيب تعالوا بقى نشوف ده انت بقى كمعلم بتستخدم استراتيجية قف اذا للسماح للتلاميذ بتحديد الاولويات وتأليف اختيارات خاصة او استخدام الاختيارات التالية يعني يجيب امثلة من عندك يتديهم الامثلة دي يا ترى التسوق لشراء لعبة اهم يجب فعله ولا التسوق من اجل شراء ملابس هل المساعدة في أعمال المنزل أولوية ولا زيارة الصديق أولوية؟ نبدأ نشوف الكلام ده ونشوف هنختار إيه. أعمال المنزل وزيارة الصديق الحقيقة يعني يعني هو هنا يعني نقول إيه يعني أعمال المنزل لها أولوية عن زيارة الصديق يعني ممكن نقول أعمال المنزل وبعدين اللي إحنا بنرغب في فعلها بعد كده زيارة الصديق. طب ممكن ناخد مثلا حته التسوق دي هنقول التسوق من اجل شراء الملابس ده يجب ان احنا نعمله لكن التسوق من اجل شراء لعبه ده حاجه احنا بنرغب في ان احنا نعملها. طيب هل تناول العشاء ولا مشاهده التلفاز؟ طبعا تناول العشاء يجب فعلها وبعدين انا برغب بحب ان انا أشاهد التلفاز. أو أمثلة بقى من عندك مش ما تكتبش وتلتزم بالايه؟ بالأمثلة دي ولا اللي في الكتاب كمان، يعني حضرتك شوف الأولاد وشوف يعني أفكارهم إيه وبناءً عليها حط الايه؟ الاختيارات دي عشان يختاروا مين اللي يجب فعله ومين اللي يرغبوا في إن هم يفعلوها. بعد كده تعالوا نفكر في طرق عشان ندير بيها الوقت نقدر ننجز الاولويات في الاول ونستغل الوقت المتبقي في ان احنا نعمل اشياء نرغب فيها يعني مثلا يعرف حد منكم ازاي بتساعدنا الساعة في ادارة اوقاتنا ونسمع منهم وبعدين نقول في فكرة تانية عشان ندير الوقت هي ايه ان احنا اذا خصصنا وقت محدد للاشياء اللي احنا بنرغب في ان احنا نعملها هيتوفر ما يكفينا من الوقت لانجاز الاولويات يعني هنا بقى هنستخدم الرياضيات يا حبيبي ليه عشان هتساعدنا على ادارة الوقت بكل دقة يعني مثلا هقول احنا عندنا عشرين دقيقة عشرين دقيقة دي يعني ثلاثة منها يعملوا الساعة فهمهم كده يعني ده وقت الفراغ بتاعي خلاص كده انا خدت منه عشر دقايق برتب الملابس بتاعتي يا ترى اتفرج على التلفزيون قد ايه آه عشان يعمل عملية طرح وهمسه في بالاجابه للزميل بتاعكم، اذا هتتم عمليه الطرح والكتاب هنا او الدليل بيقول لك دربهم على أكتر من مساله بالطريقه دي عشان يبداوا يستوعبوا الاولاد ازاي ينظموا الوقت بتاعتهم. دلوقتي تعالوا نجرب شيء جديد <applause> بعد ما بقت عندكم أولويات وعرفتوا، ودلوقتي انظروا لقائمة يجب فعله اللي إحنا قلناها من شوية اللي كان فيها الطعام و الذهاب للسوق لشراء الملابس و الثالثة اللي كتبناها. معلش يعني خلاص <applause> السن بقى. طيب خدوا الحاجات دي و العشاء خدوا الحاجات دي وشوفوا هتختاروا مين منها يعني مثلا انا هقوم بالواجب مثلا المنزلي لوقت محدد في كل يوم من هذا الاسبوع او هقوم بزياره صديقي مثلا في كل يوم من الاسبوع عشان نعمل عمل معين مثلا اذا هنا هيكملوا هم الجمله دي اللي هي اقوم بايه اكتبها انت على السبورة اقوم بايه لوقت محدد كل يوم من هذا الاسبوع وبعدين بعد كده افتح بقى صفحة الكتاب هتلاقي آه يعني انا حطيت لها عنوان لان هي من غير عنوان اداره اداره وقت الفراغ يعني مثلا هخصص يوم الحد الوقت اللي انا هستغرقه 50 دقيقه مثلا خلاص ال 50 دقيقه دي ده آه آه الوقت اللي انا عايزه أه هستغرق منه قد ايه مثلا في عمل الواجب يوميا اه انا هستغرق منه أه 30 دقيقه مثلا طب اذا هيفضل قد ايه عندي هيفضل 20 دقيقه هعمل فيها ايه اه حدد بقى يوم الحد اتفرج على التلفزيون او يوم الاحد والاربع او يوم يعني على حسب التنظيم بتاعك وعلى حسب رغبتك لكن تخلص الاول الاولويات بتاعتنا وبعدين تكمل بعد كده انت بتشعر بايه بقى دلوقتي لما انت نظمت وقتك وعملت خمسين دقيقه يوم الحد آه وبعدين آه استغرقت منها 30 دقيقه في الواجب والباقي مشاهده التلفاز او لعب كره القدم آه 20 دقيقه طب انت بتشعر بايه طبعا اداره الوقت هنا مهمه جدا لانها نظمت لنا وقتنا و هنشعر آه بالسعاده ويكمل باقي الجدول زي ما شايفين حضراتكم على اي موضوع من الموضوعات اللي يختارها الولد من آه يجب فعلوها اللي احنا خدناها في الجدول اللي فات طيب بعد ما انتهينا من الكلام ده هنختم درسنا في نهايه الدرس طبعا بنشجع التلاميذ على التفكير والتامل في اللي تعلموه ومشاركه الافكار بتاعتهم مع زملائهم وحسن الاستماع اليهم واحترام ارائهم هتقول أه ان احنا تحدثنا النهارده عن الوقت وطريقه ادارته والواجب علينا ان احنا نحدد الاولويات اليوميه والاسبوعيه بان احنا نعد قائمه بالاشياء الواجب علينا ان احنا نعملها، والاشياء اللي احنا نرغب فيها، ده اللي احنا عملناه و يعني الواجب علينا ان احنا نعمله حتى في منزلنا في البيت وده هيساعدنا في ان احنا هنوفر الوقت لاولوياتنا ما تنسوش فعل الاشياء اللي موجوده في القائمه اللي احنا كتبناها اللي هي قلنا عليها يجب فعلها اولا وبعدين دلوقتي ايه هي الفكره الجديده اللي انتوا هتجربوها نتناقشوا كده مع زمايلكم ونسمع منكم عشان نشوف افكارهم هيقولوا ايه في الجزئيه دي وبعدين هتقول لهم بنحتاج ان احنا لما نيجي ندير الوقت إن إحنا ننفذ يعني لما نيجي ننفذ مشروعات كبيرة في مجموعات للتلاميذ بنحتاج إن إحنا ندير الوقت عشان ننظم أوقاتنا عشان نتمكن من إن إحنا نكمل كل شيء عايزينه فبكرة إن شاء الله غداً هنتعلم بعض استراتيجيات العمل في مجموعات بطريقة أفضل بكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة وما تنسوش حضراتكم شعار القناة حط الماوس عليه أو المسه هيظهر لك كلمة اشترك اضغط عليها هيزيد العدد واحد وهيظهر لك الجرس اضغط عليه عشان يجي لك اشعار بأي فيديو أنا أنزله يعني ما تنسوش اعجاباتكم وتعليقاتكم على الفيديو وهحط لكم هنا روابط مناسبة إذا كان في حاجة أنت عايز تشوفها تضغط عليها عشان تتفرج عليها وبكده يكون وصلنا لنهايه لقاءنا النهارده اشكركم مع اطيب تمنياتي بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته